الآن يا رب السلام. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. سلام من يسوع. النهاردة انهي أحد السامرية ملهاش اسم الشخصي، لكن حملت اسم البلد بتاعها، لكن لها الشهرة الكبيرة التي نعرفها بها، القديسة السامرية. عاوزين نعرف قصتها، كانت فين وجات منين. السامرية أصلها من السامرة، والسامرة مقاطعة أخرى غير اليهودية، والسامرة واليهودية البلدين دول لا معاملة لا بين السامرة ولا بين اليهودية. المسيح من اليهودية يتجه إلى بلد العدو الذي بينه وبين بلده مقاطعة لا تعامل بين السامرة ولا بين اليهودية، مغامرة. لكن يسوع يقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم واضطهدوا إيده. يعني كده على طول محبة وخصومة جاء لي يريد بس كده ليجرى الصلحة بين السمائيين والأرضيين. احنا اللي في الأرض والسماء والقداسة والملائكة والقديسين بيجربنا كده، بيجعل الاثنين واحد. ده رب المجد إله الكل جاء للجميع. مسيحنا مسيح العالم كله، مش مسيح فلسطين ولا جزء قطاع معين من الأرض، إنه مسيح العالم كله. وفي الوقت نفسه عاوز يجمع الكل إلى وحدانية، يجمعهم كده مع بعضهم، لا تفرقة لا بين هذا ولا ذاك، بين قارة وأخرى، بلد وآخر، أبيض وأسود، لا، يريد أن يجمع الكل إلى واحد، وهو يسوع الذي يفتح ذراعيه ويجذب إليه الجميع. اجذبني وراءك فنجري كلنا، كلنا مع بعضنا نجري نحو القيادة العليا، يسوع الذي يجذبنا إلى صليبه. ومتى ارتفعت أجذب إلي الجميع، سواء على الصليب أو إلى ملكوته السمائي، من ملكوته الأرضي إلى ملكوته السماوي. ده المحبة، الله حب. مين يقول عليه محبة؟ المسيح. الله حب، الله محبة شاملة كاملة، غفران، عطف، حنان، رعاية، كل ما في المسيح حلو. أب حنون، لا أدعوكم عبيدا، أحباء، وهو السيد المطلق، خالق كل الوجود، السماء والأرض وكل البشرية، يقول أدعوكم أحباء، أبناء. لسنا عبيدا لأننا أبناء الملك الذي جاء من السماء لأجل الخلاص والفداء. الكل يبحث عن الخروف الضال، يبحث عن الابن الضال الذي يسميه الكنيسة
الابن الشاطر. النهاردة بتقولوا السامرية. السامرية دي اسم ملهاش اسم خاص لكنها السامرية، واشتهرت بأنها السامرية. المسيح يسعى إلى مكان لم يكن في حساب تلاميذه أنه يسعى إلى هناك. طيب الطريق دي ده خصومنا، نمر بالسامرة؟ يسوع لا، ليس له خصوم، إنه يحب الجميع، وهو يريد أن نحب بعضنا بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. يعني في صفح، في نسيان، عدم كراهية، حنان، رحمة. هنالك مسافر في الطريق وقع بين اللصوص، جرحوه ونهبوه وطرحوه بين حي وميت. مرة عبر عليه كاهن يهودي، قال لا، أنا النهاردة السبت، والسبت يوم مقدس ولا لي دخل بيه، وعبر بالجانب الآخر وكأنه لا يراه إطلاقا. ثم عبر به واحد تاني لاوي، قل تابع للكاهن، وبرضه عمل نفس العمل. والرجل المطروح بين حي وميت، وليس هنالك من يساعده أو يعينه بعد الكاهن اللي يقول لا أن هذا السبت ما تشتغل يا مرائي، لو حمارك يعني ما بتمسكوش وتشيله، لو وقع في النقرة سيبه في النقرة ولا تشيله يوم السبت وتقول أن هذا السبت مش حمار، وده إنسان طيب. ولو عطش العجل بتاعك يوم السبت ما تسقيهش، ما توصلهوش للميه وتقول لا ان هذا السبت. دي قواعد لا يمكن تنظيمها. الانسان بيقول له ربنا اشتغل 6 ايام، واليوم السادس هديلك اكلك وشربك واحتياجاتك بما يكفي اليوم اللي ده ما اشتغلش فيه، السبت اللي هو رمز للأحد في العهد السبت، هديلك ما يكفيك يومين. لكن لما يروحوا يجمعوا الأكل ويخزنوه السلوى والمن من السماء، تاني يوم يتلف ما يفسد ما يكون. وقال لهم يوم بيوم، واحنا بنقول له ايه؟ أعطينا خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم. وهو اللي قال ده اليوم، قال له أنا أكفيك ما تخافش، أنا أعطيك احتياجاتك، خليك قانع. لكننا نحن نجري وراء المطامع ولا نكتفي، ونريد أن نزود الثروة ونجري. طب وبعدين لما يتقطع القلب؟ وقلت لكم قصة فيما مضى، ولكن لا مانع أن أذكرها لكم. هي لأديب روسي اسمه تولستوي. ده عنوان القصة، العنوان الشيطان. طيب وبعدين؟ في واحد كان أجير في غيط من الغيطان وبيشتغل، يا الرجل صاحب الغيط ده، يا ما شوينا يا ما هاري بدنا، اشتغل 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 اشتغل. طب وبعدين؟ يا ما يجيش يوم نتعتق منه. جاء يوم الراجل ده أعلن إنه عاوز يبيع ايه اللي هي
العزبة بتاعته، هو خد له نصيب منها مع غيره. ولما جابها يقول ياه ده في حتة تانية واخدها فلان ده اللي جنبي ومضايقني، الغنمات بتوعه لو صرحوا عنده يعمل لي شكله، ما يمشيش يغور في يوم الأيام ويجي هو. طيب حاضر. جاي يوم وقال طيب مين يشتري؟ قال هو اشترى وعلى كبرت وبعدين اتوسع. وفي يوم من الأيام جاله واحد وقال له يا عمي ده في حتة كويسة قوي، بلاد بلا ثمن، أصحابها أصحاب الأرض دي، بس أنت تروح معك شوية هدايا، ملابس حريرية وتشوف هدايا كده ذهبية، وتروح هناك، ولما تروح كل اللي عايزه تلقاه قدامك، بس أنت تقدم الهدايا. قال ياه دي بسيطة. حزم أمره وراح، راح للناس دول، أنا سمعت عنكم ناس كويسين وعندكم أرض كويسة، أنا يسعدني خالص إن أخد حاجة منكم. وهو قدم الهدايا وجد القبول، قال له اللي يعجبك في الأرض خده، إحنا بس لنا شرط في نقطة معينة، نجي إحنا بادئين هنا ومع إشراق الشمس تبتدي وتمشي على قد ما تقدر، وحوط اللي يعجبك، كل اللي تمشيه تبعك، بس في شرط رئيسي انك انت عند غروب الشمس تكون في النقطة اللي احنا هنبدأ منها المسير، وامشي على كيفك. وخدوا هداياه وكل ورحب بيهم وكل حاجة، واستيقظ مع طلوع الشمس وخد أكله وشربه، وابتدى من النقطة دي هم واقفين حطوا علامة وهو يمشي. الله ده حتة هنا كويسة، اطلع برا شوية، اطلع برا شوية. جاء الظهر الغدا، قال وانا ماشي مش هقعد، طب وبعدين؟ همشي تاني. الحر مخفف ملابسه ورماها، اكل ماشي والهدوم رماها، وكل ما يمشي هم متفقين معه عند الغروب تكفن في النقطة اللي ابتدينا منها، وبعد كده خلاص كل اللي انت استطعت انك تحوطه بملكك. طيب يمشي وعينيه تسوق وتقول الله في طرف حتة كويسة تاني مخضرة كده وبين عليها أرض جيدة، لا أحوطها. جاء الدورية خفف ملابسه من الحر، الأكل هو ماشي ويجري ووسع خطوته، وما يحاولش أن يختصر ويبص كده يلقى الشمس انحضرت كده تميل العصر، ويجري وينهد. وبعدين وهم هو من بعيد هم شايفينه، بس الشرط ان لغايه الحته اللي احنا اتفقنا فيها لازم عند قبل غروب الشمس او عند غروب الشمس يكون فيها، عشان طبعا يوفي الشروط والرهان. يجري يجري وبعدين كل ما يبص كده لا مش هقدر اسيب دي، انا شايف حتة كده بعيدة شوية لكن مربوطة بالأجر دي، الأجر دي ده أنت في الأول كنت عامل وكنت غلبان وكنت بتتمنى أن الراجل يبيع المزرعة، وبدل ما أنت أجير تحت سلطانه وديك عاوز تاخد كل حاجة، وبعد ما اشتريت كرم على كدك عاوز تكبره، والراجل جالك تعالى وأشار عليك
ان اصحاب الاراضي كثيره وما فيش حاجه تكلفك مجانا، شويه هدايا ويرحبوا بيك. طيب وبعدين قالوا يلا يمشي، وكل ما تعجبوا حته خساره، دي خساره. عاوز العماره تبقى 30 دور، تبقى هي ناطحات السحاب اكثر. وها طيب ويجري ويحوط وهو بينهد ويقول آه معلش، ده بعض كل يهون ويتعوض. وبعد كده ابتدى ينحني والشمس تميل للغروب، الاكل كان لقمه وهو ماشي بسرعه وهدومه خففه، وابتدى ها ياها وينهد. وبعدين لما جت كده الشمس تغرب اسرع اكثر، وهم من بعيد لوحوا له كده بالرايات شافوه بعد كده بعد ما قرب. وبعدين وصل لغايه عندهم بعد ما شق قعدوا يسقفوا له ربحت الرهان، وعندها هو اترمى على الارض. وبعدين جرى له اياه حفر وحفره متر في اتنين وحطوه في الحفره وردموا عليه وحطهم من لافته وقالوا عليه إيه هذا ما اخذه الانسان من الارض، ها من تراب والى تراب، هذا اللي خده كل اللي حوطه في نهايته هو رقد ما قامش واتدفن وحطوا اليافطة عليه، هذا ما أخذه الإنسان من الأرض. طيب وين اللي موتك؟ قال واحد جاني وقال لي ده ناس كويسين وانت تدي لهم هدايا، مشى ورا الشيطان وتعامل معه وأغراه وطمعه وزادت المطامع. العمارة اثنين يقولوا الأيام دي اللي احنا فيها قال أزمة، صحيح أزمة عالمية، لما تقولوا طيب ما يصلحوا الاقتصاد والتجارة والتاني والتالت، مهما صلحوا الأزمة جاءت من فوق من السماء. ولذا الكنيسة لما تطلب تقول ارفع عن العالم الجوع والوباء والموت كل أمر مخيف نسألك، ونقول يا رب ارحم. دي اليد العلوية قدرة الله القادرة على كل شيء، تقول لجوع يكون جوع. أيام يوسف الصديق اداله الرب حكمة وكانت عنده الحلم أن هنالك 7 سنين شبع وبعدها جوع، فاختزن من أيام الشبع في مخازن الغلال وغيرها، ولما جاءت أيام الجوع ابتدى يتصرف، والملك اللي اداله الحكم قال له أنت اللي تعمل ده كله، وهو اللي قال له على الحلم كله. فدي قدرة إلهية، لكن لما احنا أو أي إنسان يسعى وراء الطمع والجشع بعد كده يا الطمع يضيع، الله انتوا حافظين يضيع ما جمع، اللي كده يضيع. لكن اما التقوى مع القناعه فهي تجاره عظيمه، لاننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء، ان كان لنا قوت وكسوه نكتفي بهم. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملان ذبائح ما خصام، يعني ساكنين ونشاجر ونشاكل، العالم يهيج على بعضه، وفي الآخر يقولوا ده اللي خده في الآخر معاه ما فيش غير المتر في مترين في القبر في حتة، ويمكن رموه في البحر يعني ما طالش. فالغنى الغنى بيسوع، والقناعة هي المطلوبة، أما التقوى مع القناعة هي دي التجارة العظيمة.
لا دخلنا في شيء ولا في مخلوق يستطيع. ولذا قال ايه؟ اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى ولا هناك يسرقوا ولا هم ينقبوا ولا في سارقين هناك كده. يعني الصل قلبك مرفوع لفوق، نياتك حسنة سمائية فيها قناعة فيها اتكال على الله فيها سماع لوصاياه، كل ما فيها معزي ومقوي ومشوق ليشتهي أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. يا سلام، أفضل، أيوة أفضل. هنا ملكوت، بنعد أنفسنا الرب يعدنا لملكوته السمائي الباقي والخالق حيث يجمع كل أبنائه المؤمنين بين ذراعيه في فردوس النعيم. أما على الأرض فهي محطة انتظار، وبعدين ياخذ القطار الدائم اللي موصل لغاية فوق. احنا في أحد السامرية. السامرية ايه حكايتك يا سامرية؟ انت من السامرة. المسيح راح للسامرة. الله، ما احنا قلنا انتوا اعداء، ايه اللي وداك؟ راح وهناك راح عند بئر اسمها بئر سوخار. البئر دي وجلس عند البئر عاوز يسوع، حاجه غريبه. والتلاميذ راحوا يدوروا على الطعام وقعد يسوع. يلا الغرب دي منطقه خصومه، كيف تجرؤ؟ قعد. لماذا يسوع؟ هدف إلهي في امرأة من السامرة. هذه المرأة يسوع في انتظارها. من أدراك؟ وكيف عرفت وقت الظهيرة؟ طيب وليه أنت تيجي في الظهيرة؟ كانت لها سمعة ليست مرغوب فيها، وبعدين تيجي وقت الظهيرة لتستقي، ولما تيجي وسط الظهيرة تتخفى وجاية من بعيد. الله، ده أنا جاي في الظهر، أنا شايف من بعيد في واحد جالس عند الباب. ده وقت الظهيرة اللي بختاره عشان لا حد يشوفني ولا أنا أشوفه، أخفي كل أموري ماضية وحاضرة، ولا أحب أن يعرفني أحد ولا يعرف ماضية ولا حاضرة، وليست لي علاقة بأحد. أرجع تاني ما أقدرش. جرؤك وراحك، وبعدين تلقى ده الراجل ده غريب يهودي بين عليه، إيه اللي جابه في الظاهرة؟ يهود ينتظر المسيح، كل نفس تاهت بل ويبحث عنها ويسعى وراءها لكي يجذبها إليه بعيدا عن الحظيرة التي فيها الشيطان، وكل من يذهب إليه لا يجد القوت ولا الشبع ولا ويمنعه أن يأكل حتى من طعام القرنوب المعد للخنازير. يعني حتى الشيطان لما يلجأ له يمرمته يدوبه يحسبوا من أتباعه المعدين معه إلى مصير مهلك إلى جهنم. وبعدين السامرية، أرجع تاني مرجعش، وصلت للبئر وتلقى واحد يهودي جاية تشرب، أعطيني لي أشرب. مالك أنت بي؟ انت يهودي وانا سامريه، وكل واحد في حاله، لن تتعاملونا ولا احنا نعاملكم. قال لها انت مالك بس كده؟ صبرك شويه، لو انت عرفتيني كويس وفتحتي عيونك الداخليه وبصيرتك استنارت لكنت انت طلبتي مني تقولي اعطيني
من هذا، اعطيني ماء من عندك، الميه اللي بتختلفي منها، اديك رايحه جايه شله البلاص ولا القدره، رايح جاي لما داب عظمك وجاي تتخفي وقت الظهيره عشان ما حدش يشوفك، لكن انا جاي انا في انتظاري، انتظاري اعطيني. قالت كيف انت تطلب مني ماء؟ انت يهودي وانا سامريه واحنا مش بنعامل بعض. يقول لي هسه من فضلك لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. ماء حي؟ ايوه. من يشرب منه لا يعطش الى الابد. يوه، طب ما تديني من الميه دي الاول. تقول الله طيب هجيبها منين؟ ده البير عميقة وانت اللي في دلو عندك، ازاي تضل؟ قال له كل منها يشرب يعطس من المية دي. طيب هديني من المية بتاعتك. قل له روحي الأول ادعي زوجك، الأسرة كلها، تعال أنت وأولادك، تعال إلى المسيح، الزوج والزوجة، الأولاد البنين والبنات، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. مين تاني يقدر يريحني يشبعني ويرويني؟ لا أجوع ولا أعطش. إلقى على رب همك وهو يعولك. فين ده يا أخوي؟ ألقاه فين الكلام اللي بتقوله ده؟ إذا زوجك زوج، أيوة أنا الله. قال لها اسمعي ليس لي زوج. قال لها ايوه تمام التمام، انت صادقه فيما تقولين، لانه كان لك كم زوج؟ كم واحده؟ كم زوج؟ كم راجل؟ 5 ازواج. ده يطلق، ده يروح، ده غيره، حاجه عرفيه، حاجه شكليه. والذي معك الان ليس هو زوجك. الخفايا لا تعبر بيسوع أعماق القلب، وكل شيء وكل خفي عريان أمام الرب يسوع، من غير ما يجيب لك أشعة ويكشف ويقلعك هدومك، عارف اللي في باطنك، يعلم بكل كبيرة وصغيرة، وهو وحده. مين يغفر الخطايا غير المسيح؟ من يستطيع أن هو يعطيك راحة الضمير قلبا نقيا اخلقه فيها الله؟ قلب تقول قلبك ما فيك، لا، قلب نقي وروحا مستقيما جدته في اعشائه. قال داوود انا عومت السرير بتاعي بدموعي، بيبكي وبيتضرع ويقول يا رب، بيطلب مغفره خطيته. فيش كبير ولا عظيم أمام الله. كل إنسان يجب أن يتضع ويتصغر أمام العلي القدوس ويلجأ إليه وينحني حتى يحس براحة الضمير ويشعر بأن الملك القدوس غافر الخطايا، بيمنحه حياة جديدة وقلب مطمئن ويفتح البصيرة، ويلقى الملائكة كده في انتظاره في الملكوت، ويشعر أنه هو تغير عن العالم، ليس هو عبد بل ابن مبارك لملكوت السماوات. ده الحياة التي يدعونا إليها الرب يسوع. إن الأيام مقصرة وما يهمناش كلمة أزمة عالمية، أكل ولا شرب، أبناء المسيح وسط القحط والجوع، يكون هم الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه الراحة يوردني، يديني الشبع والري، ويهتم بكل كبيرة وصغيرة لحياتي. إنه الأب الحنون الذي يجمع إليه البنين، يرضيهم ويحوطهم ويرشدهم ويخفف عنهم المشاكل
ويخلي قلبه مطمئن ويغفر الخطية وينظف الإنسان ويدليه يغسله. قال ألبسوه الحلة الأولى. يا سلام، الحلة الملكية السماوية، وبعدين وضعوا خاتما في يده. ده ابن الملك، اديله الخاتم دليل ملكية وتعملوا له. قال والتاني ده جرحت رجليه في الشقاء والغربة، ضعوا حذاء في قدميه. كل ده يا اذبحوا العجل المسمن، نعمل وليمة ونكرمه. ويا أخوه تاني، ايه ده اللي مين، ايه الهيصة اللي جوه يا أخوي؟ أخوك اللي كان بادل الدنيا وخد النصيب والمراس رجع قاعد حزين، ويقول لأبوه ده اللي بهدل الدنيا وخد نصيبك وبدده وأنا بخدمك حتى جدي ما تدينيش. قال له ما كله بتاعك، ما هو ليك، لكن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هذا هو الحنان الإلهي الذي ينتظر السامرية والتي تأتي إليه بوداعة. ونقول دائما السامرية، أحد السامرية تخلد الكنيسة، أحد مخصوص اسمه أحد السامرية، والكتاب المقدس يسجلها بهذا الاسم الكامل. وإحنا نقول المرأة التي عادت إلى المسيح وغفر لها، بل نقول القديسة التي جاءت من بعد الخطية واغتسلت بمياه النعمة وصارت قديسة. الرب يجعل مننا نحن الخطاة بنعمته قديسين وأبرار، ويعدنا الإعداد الكامل لملكوت السماء. له المجد والكرامة كل حين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أقول إيه؟ انصرف وتعالوا تاني، باب الكنيسة مفتوح والمسيح موجود باسط يديه يضم كل الآتين إليه، وحبه متدفق وقلبه رقيق وكل ما فيه حلاوة وعزوبة. دائما تفيض منه الكلمات العذبة، ينادينا ويجمعنا ويغفر خطايانا، ولا ننصرف منه من عنده إلا ممتلئين بالتعزية والراحة النفسية والجسدية والأفراح الروحية أيضا. لما أقول انصرفوا كعادتي أقول وتجوا تاني. يا رب السلام.